وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى ويرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا بطبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمام فمن أوتي كتابه بيمينه وأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فضيلا ومن كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غورا وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن شبتنا لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا إذا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا تزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألون عن الروح قل الروح من أمر ربي وما
أوتيت من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لتذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوك بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يقول لك بيت من زروف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيتك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ومنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا بعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينهم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ويهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ومأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثله وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خش يا الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظن يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر
وإني لأظنك وأغرق داوما معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا ورقنا لتقرأه عند الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله وعبعوا أو يدعو الرحمن أياما ما تدعو وله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم تكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعلمون الصالحات أن له أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا عما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفدية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه آلهة
قد خمت فقال فقال وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا فهؤلاء القوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن ظلم ممن افترى على الله كذبا. Berapa halaman sudah? 5 6 6 setengah, oh sedikit lagi. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la rayba fiha idh yatanaza'una bainahum amran faqalu ibnu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidhanna 'alaihim masjida سيقولون ثلاثة رابعهم قلبهم ويقولون خمسة سادسهم قلبهم رجما بالغيب. ويقولون سبعة وثامنهم قلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليلا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفض فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به واسمع لهم من دونه من ولي ولا تشير ولا تصير قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا تشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا أبدل لكلماته ولن تجد من دونه وليا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغيب بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد الزينة الحياة الدنيا ولا تظلم ولا تعد عينك عنهم
تريد زينة الحياة الدنيا ngantuk واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لحديهما جنة واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لحديهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منهم شيئا ووجدنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا ولا منك ولا وكان له ثمر وقال لصاحبه وهو يحاوره ولا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد بهذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقتبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربنا أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ظلني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يرضيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا
أو تصبح ماؤها غورا ولن تستطيع له ضلعا طلبا. وأحيط بثمنه وأصبح يقلب كفيه على ماء وغفيه وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وإن لم تكن له فئتين ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء مقتدرا. berapa lagi? Itu lagi. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون anak-anak dan المال perhiasan dan anak-anak adalah perhiasan hidup dunia. والباقيات الصالحات amal kebajikan yang di sisi Allah adalah yang kejajar dari terus 30 aja. Walau nu yasru jiwar wa daral ardu barizata wa syar na'um falam yugadir minu mahala wa uridu ala rambika soffa lagar jikzumuna gawa walakanakum litah hujum litah Lakonjik tumu naga maulang lakum awal amar bal zaamtum allan najal lakum ma'ida udil kitab wa taro mujrimina musyaqina mimma fi wa quluna ya wailatana mali hadal kitab ila yuqadir sukiratuh wa la kabira. إلا أصوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء. وَيَمُرُّونَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ يَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ وَزَغَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. مَا شَاءَ اللَّهُ.
وَإِنْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah liadam, kepada Adam, fasajadu, semua malaikat itu bersujud kecuali illa iblis. Qala ma jinni wa wazaqa anam li rabbi afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa rabbukum lakum min duni wa hum lakum aduwam aduw bi'sa lidh-dhalimina badala ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wa la khalaqu wa la khalaqu anfusihim wa ma kuntu muttakhidha al-mudillin aduwa وَيَوْمَ يَقُولُ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مُصْرِفِينَ. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَكَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذَا جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا بالحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوب أكنة أن يفقهوا وفي آذان وقرا وإن تدعوهم إلى الله